أهلا بكم. اقتحمت مجموعة من المستوطنين صباح اليوم المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغارب تحت حراسة أمنية مشددة من شرطة الاحتلال. فرض الاحتلال قيودا على دخول المصلين خصوصا النساء، فيما احتجزت هويات المصلين وفق ما أفاد مسؤول الإعلام في دائرة أوقاف القدس لوطن للأنباء. قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق الحاجز العسكري الجلمة شمال جنين لمدة 3 أيام اعتبارا من اليوم الخميس بذريعة الأعياد اليهودية، وسيحرم القرار أهالي الضفة الغربية من دخول أراضي عام 48، وبالمقابل سيمنع فلسطينيو الدخل من الدخول إلى الضفة الغربية حتى صباح يوم السبت المقبل. أوضح رئيس نقابة العاملين بمستشفى المقاصد الدكتور علي الحسيني أن وزارة المالية حولت 5 ملايين شيكل أمس الأربعاء ولم تصل بعد لخزينة المستشفى نتيجة إجراءات البنوك، مؤكدا أنها لن تحل الأزمة المالية التي يعاني منها المستشفى. أشار إلى أن ديون المقاصد المستحقة على وزارة الصحة بلغت 64 مليون شيكل، كما كانت سببا في استدانة المستشفى من البنوك 12 مليون شيكل. في موضوع آخر، نظم مركز تطوير الإعلام في جامعة بيرزيت ورشة عمل ناقشت المبادرة الوطنية للإعلام التي طرحت على الحكومة الفلسطينية قبل عامين، وتتضمن بنودا ورؤية لتطوير الإعلام الفلسطيني وبنيته التحتية. وقالت مديرة مركز تطوير الإعلام نبال ثوابت إن المبادرة تتضمن 9 محاور تشمل التطوير الأكاديمي والقانوني والارتقاء بتغطية النوع الاجتماعي وأخلاقيات المهنة، وذلك إلى جانب البنية التحتية. لا شك أن الإعلام الفلسطيني بحاجة إلى عناصر تطوير كثيرة على كافة الصعد، على الصعيد الصحفي الفرد، على صعيد المؤسسة، على الصعيد المجتمعي. مركز تطوير الإعلام من خلال الشركاء الذين يمثلون القطاع الخاص والقطاع الحكومي ونقابة الصحفيين والجامعات الفلسطينية، نأمل أن تكون هذه خطوة حقيقية من أجل إعادة بناء مفهوم الإعلام الفلسطيني بما يلائم التطورات الحاصلة على المستوى الدولي. ووصلنا أخيرا إلى حالة طقس، حيث يكون الجو غدا الجمعة غائما جزئيا ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج. انتهى الموجز، إلى اللقاء.